السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سكوب. النهارده حل دور نيويورك تايمز تاريخ 24 يناير 2024. بنحل الدور من خلال الملاحظات، تضغط على ملاحظات اوتوماتيك بحيث ان تظهر كل الارقام الصغيره قدامك زي ما انت شايف، علشان تقدر تتمرن على التعامل مع الارقام دي وتقدر ان انت تحل اصعب ادوار السودوكو بسهوله. تقدر تكتشف الثنائي والثلاثي والرباعي ومن خلالهم تحل دور مستوى هارد بطريقه سليمه، وفيما بعد تقدر تخش على اكستريم وتعرف التقنيات من خلال الملاحظات، لانك هتكون اتمرنت ازاي تتعامل مع الارقام الكتير اللي موجوده قدامك. في البدايه بنبدا طبعا من رقم واحد. لما بضغط على رقم واحد هنا بيعلم لي على كل رقم واحد الصغير اللي مكتوب داخل الخلايا، لكن مش هيعلم على واحد الكبير اللي هو مكتوب، فقط بيعلم على الارقام بتاعت الملاحظات اللي مكتوبه داخل. فزي ما انا شايف هنا في الخليه الاولى رقم واحد ده الوحيد في الخليه، فهختار رقم واحد. مفيش حاجه تانيه اقدر اعملها. بنروح لرقم اتنين، نلاقيهم قافلين على بعض اكس وينج، مفيش حاجه اعملها غير هنا في الخليه رقم 8. تلاقي ان رقم 2 جاي في العمود رقم 5. رقم 2 هيجي هنا او هنا، يبقى لازم رقم 2 اللي هنا ده نحذفه. هنروح على رقم 3، مفيش قدامي حاجه في رقم 3. هنروح على رقم 4. رقم 4 زي ما انت شايف هو مفتاح الدور، لانه تقريبا كله ناقص، مش جاي رقم 4 الا تقريبا مره او اتنين بالكتير، مره واحده بس. هنروح على رقم 5، مفيش حاجه اقدر اعملها في رقم 5. هنروح على رقم 6، نفس الشيء مفيش حاجه اعملها. رقم 7، هلاقي رقم 7 هنا الوحيد داخل الخليه الثانيه، وكمان هلاقي ان رقم 7 في الخليه الرابعه جاي الصف الخامس، هيجي هنا او هنا، يبقى لازم رقم 7 اللي هنا نعمل له حذف. هنروح على رقم 8، مفيش حاجه في رقم 8 لفتت نظري. هنروح على رقم 9، الخليه رقم 5 هنا رقم 9 الوحيد، فهنكتب رقم 9. هنرجع تاني من البداية ونشوف التغيرات اللي حصلت لما كتبنا الأرقام اللي اتكتبت. رقم واحد ما حصلش عليه تغيرات، رقم اتنين هتلاقي رقم اتنين هنا الوحيد في العمود رقم 6. لما كتبنا هنا رقم اتنين لاحظ ان ظهر ثنائي عندك مكون من 4-7، يعني كل 4-7 داخل الخلية وفي الصف اللي هي موجودة فيه لازم نحذفها، لأن الأربعة سبعة خلاص، لو الأربعة جت هنا يبقى السبعة تظهر هنا، لو السبعة اللي ظهرت هنا يبقى الأربعة تظهر هنا، اتسجنوا داخل المربعين دول، ما ينفعش يخرج رقم منهم لا داخل الخلية ولا في الصف اللي هم موجودين فيه، فهنحذف 4-7. هتلاحظ وجود زوج ظهر مكون من 2-6 العمود رقم 2، يبقى اي رقم 2-6 خرج منهم لازم نحذفه، يعني الستة دي لازم تتحذف، يبقى ده رقم 4. نروح على رقم 4 ونشوف حصل تغير ولا لا. هتلاقي ان رقم 4 في الخلية رقم 5 هنا جاي في العمود السادس، بس لازم يجي هنا رقم 4 او هنا رقم 4، معناها ان رقم 4 اللي هنا ده مات ورقم 4 اللي هنا ده مات. هتلاقي كمان ان بقى ده رقم 4 الوحيد في الخلية رقم 8. نروح على رقم 5، مفيش تغيرات في اللعب. نروح على رقم 6، برضو مفيش. نروح على رقم 7، مش ملاحظ اي تغيرات. نروح على رقم 8، رقم 8 هنا في الخلية هتلاقيه جاي في العمود السادس بس، يعني العمود ده رقم 8 هتكون هنا او هنا، فما اشوفش بقى رقم 8 هنا وهنا مكانهم غلط، يبقى لازم نحذف. نروح على رقم 9، مش حاجة. بنرجع تاني لواحد اتنين، هتلاقي رقم 2 هنا في الخلية رقم 8 رقم 2 الوحيد.
هنا ظهر رقم 6 الوحيد، 2 الوحيد، نرجع تاني على رقم 2، 2 الوحيد، 2 الوحيد داخل الخلية الثالثة. خلاص دول عملوا اكس وينج مع بعض. بنشوف في ظهر ارقام فرديه طبعا ولا لا، عينك دايما باستمرار على الخلايا بحيث ان لو ظهر رقم يسهل عليك. هنا ظهر رقم 6 اهو، بنروح على رقم 6، يبقى ده 6 عاري، بنكتبه ده 6 الوحيد داخل الخليه التاسعه. نروح على رقم 7، رقم 7 زي ما انت شايف هنا رقم 7 الوحيد الصف التاسع، وهنا رقم 7 الوحيد خلية 4، وهنا رقم 4 ظهر عاري. نروح على رقم 4 ونشوف مفيش حاجة، رقم 1 مفيش، رقم 2 مفيش، رقم 3 مفيش، هنا رقم 3 زي ما انت شايف الخلية رقم 3 جاي على العمود التاسع فقط، هيجي هنا او هنا بس رقم 3، يبقى لازم رقم 3 اللي هنا ده نحذفه. هنا كمان رقم 3 الصف الثامن الوحيد، ظهر رقم 1 ورقم 8 ورقم 5، خلصت الخلية الثامنة. هنا كمان ظهر رقم 3 ورقم 1، ودول ثنائيات مع بعض. هنا ظهر رقم 4 ورقم 1 ورقم 8، خلصت الخلية الخامسة. هنا ظهر رقم 5 ورقم 4 ورقم 1. هنا ظهر رقم 5 ورقم 6 ورقم 9 ورقم 1. هنا ظهر رقم 5 ورقم 4 ورقم 9. هنا ظهر رقم 8 ورقم 5 ورقم 7 ورقم 9، خلصت الخلية التاسعة وخلصت الخلية السادسة وخلصت الخلية الأولى وخلصت الخلية الرابعة، خلصت الخلية السابعة، خلصت الخلية الثانية، خلصت الخلية الثالثة، وانتهينا من اللغز بسهولة وبنظام وبدون أي لخبطة. بتمنى لو عجبتك الطريقة بتشترك معنا في القناة وتقدر تتعلم كل التقنيات المستخدمة في سودوكو أو حل سودوكو إكستريم بدون أي تقنيات، بس على شرط إن أنت تتعلم تصفية الملاحظات أولا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات جلال أبو أمر.